والآن نتوقف مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال والتي نستعرضها في سياق التقرير التالي. أكد وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد أن التطورات في صناعة الاتصالات بمملكة البحرين تعتبر عاملاً رئيسياً في تطور ونمو المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بوضع وتأسيس البنية التحتية لصناعة الاتصالات لضمان النمو المناسب لهذه الصناعة ضمن مناخ تنظيمي مميز. جاء ذلك لدى رعاية وزير المواصلات والاتصالات في مجمع سيتي سنتر البحرين إطلاق أولى المواقع الحية لتجربة تقنية الجيل الخامس بحضور محافظ العاصمة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات الدكتور محمد العامر. وقد اطلع الوزير على اختبار حي لسرعة إنترنت الجيل الخامس مع تحقيق رقم قياسي يصل إلى 1.5 جيجا بايت في الثانية. أنا سعيد جدا اليوم حضوري حفل تدشين الجيل الخامس من شركة فيفا، واعتبر هي أول شركة تطرح هذه المشروع، واليوم شفنا أول ماست. طبعا عندهم خطة كبيرة وطموح أنهم ينشرون هذه التكنولوجيا في معظم مناطق البحرين. هذه ما في شك أنه بيعزز من البنية التحتية لاتصالات البحرين اللي هي تعتبر من أفضل البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، مو بس حسب دراسات لكن حسب مؤشرات دولية، ومن أهمها مؤشرات لتنتجها الاتحاد الدولي للاتصالات. فالحمد لله هذه يعني حسب توجيه لنا من القيادة الرشيدة، من الحكومة الرشيدة، سمو رئيس الوزراء سمو ولي العهد اللي تابع بشكل كبير قطاع الاتصالات، وهو اللي حثنا بشكل مستمر على ان احنا نستقطب التكنولوجيا. اليوم هذه اعتقد مبادرة جدا ممتازة من شركة فيفا، ونتمنى الشركات الاخرى ايضا تقوم بدور كبير في تطوير التكنولوجيا في البحرين، والجيل الخامس هو الكل يتكلم عنه في العالم. بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20,940,000 سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة 3,999,000 دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 276 صفقة. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، يليه قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وفي المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن رفع الحدود التمويلية للمشاريع، وذلك في إطار تقديمه مزيداً من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية تداول. وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1,200,000 ريال، بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال. عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بحوالي 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية، مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية على ما أكد مسؤول حكومي. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي المستشار الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، ووفدا أمريكيا بقيادة وزير التجارة ويلبر روس.